هو اللي مأكلني، هو هو اللي مشربني، هو هو اللي ملبسني، هو 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 هو. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لسه عبيط زي ما انت. ايه يلا يلا يا بلد، العم ده جه. انا عايز النشيد الوطني ايه لميك وناف، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، ونقدمها لمصر هديه حاجه جميله ومعتبره. هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة، هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة، هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة، هي ايه صحراء تبقى ايه خضرة. يا بلد هبلي، العمودية دي حاجة صعبة أوي. أيوة أنا مجمعكم النهاردة عشان عايزكم حاجة مهمة أوي. إيه؟ كل الناس جات؟ كله موجود أهو يا بلعوم بقول. أمال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى بشنبات ويكلم على قد حياته. بلد هبلة صدقوا تهز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول، وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقول. هي ده اللي والدتك شدتك من زورك؟ ايه يا ولد وانت جاي تقترع عليني؟ انت ما تكلمش خالص يا نادي. الحاج علي اني عايز اخدم حد، عايز شيء، حد عايز قهوه، حد عايز يطيرش. يلا ما تتكلمش. ايه ما تنطقش. ايه بس ده غلطان يا سيدي. سنتي بتتشطر عليه، عارف لو هو كبير شويه ما كنتش هتعمل معاه حركه زي دي. بس انت قلت تفتكر ايه؟ بتطول دورك. صعب انا مدوية على الحته دي كل يوم من دي. ايه انا عندي اختراع. ايه يا انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه. ايه واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكرتك يا بلوم دي، انت جامد قوي. دخلت انت العكاز بتاعك، عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك، انما هو كله قد كده وانت عمال تتشطر عليه. ايه مفيش اجر زياده هتاخد؟ هو نفس الاجر. يبقى بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه، قوم يا حبيبي، قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمده، ثواني، في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور، ازاي؟ صباح الخير يا بلعومدي. وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريري؟ خريري؟ ايه جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني، واهل البلد هيني اهي تعمل شويه جازرينج سوشياليزيشن تتدلع يعني. يا جازري ايه؟ لا تاكل جزر. ايوه يا عمده. طيب يا نادي، يعني مش فاهم يا بلعومدي، الست ليالي تعبك في ايه؟ ما تاجي ولا ما تاجيش؟ يعني
انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه يا فلاح يا ما حدش قال لي ايوه مط الكلام كده ايوه ايه اللي جاب الواد دي هنا يا عمدي؟ هو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها، محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد، امشي يا ناط انت. يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي، انا اقعد اتنيل ارضى. ايه اوعوا جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه؟ عشان ما حدش فيكم عارف انا جرى لي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ يبقى انا هقول لكم. قول انا جميعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على خريطتي، ما حدش مهتم ببلدني، لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ ليه دعوه ببلدني، فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه؟ طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذا ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهريني. احتاجنا مثلا ميه يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيب لناش مارشميلو مع ان احنا ميكوناتي، احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. فكر انا بطلب منكم حاجه غريبه. أيوة. ايه ان انتوا فكر بس فكروا واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا نفكر. يا شيخ البلد يا شيخ اصحى يا شيخ البلد العمده تبص علينا يا شيخ البلد وحشتني قوي يا حجي يا لهوي ايه دي يا حجي انت خسيتي كده ليه اصلي بعمل بنصايح امين اشيل بايه قول يا شيخ البلد وايه دي يا حجي ايه دي دي سكسي ماكس دي ولا ايه يا حجي يا شيخ البلد العمده يا شيخ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح انا بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه انا مجمعكم لسه هنبتدي اهو. اصحى معانا كده وفوق. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا افضل وقت. ها. ما بتقعد بتنام. ها. ايه؟ ها فكرتوا يا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا بس ما لقيناش حاجه والله. ما لقيتوش حاجه؟ ايوه والله ما لقينا حاجه. بص يا حاج إيه؟ انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مدي يا عمدي ماني بقول لك عمري يعني ما مديت ايه مدي يا عمدي ما تفتكريش ان الكتره تغلب الشجاع انا عمري ما مديت ايدي على ستات بس يا حاج تعالي هنا اقعدي جنبي تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد سيب العمده في حاله وتعالي اقعدي جنبي اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايده اهدي اقعدي ازاي اهدي اعتبريها الزبده اللي ما بيني دي زبده بس اتحرقت دي هالمورتي اللي احنا بنلمها من على الزبده ونرميه قومي يالا من عندك لا وقليت قوي انا فكرت يا جناب العمده ايه فكرت في افكار ابيح اللي هي زائد 18 بتاعت ما قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخينه لا مش عايزين الافكار السخينه احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين طب والنبي يا جناب العمده قول لنا انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه يعني انت عندك فكري ايوه عندي فكري ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد ايه ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي التلفزيون والجرايد وكل الناس هيجونا لغايه عنديني امال ايه امال ايه وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن ميت كنافه طلع فيها ايه يا اولاد طلع فيها الجن ايه وهنعمل ايه في الجن يا اولاد والناس يجوا لنا خلاص يبقى احنا بقى اما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي يا يجي لنا كده وبسلطانيه الزبادي اللي على دماغه يا ويجي يستضيفني ايه طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو ايه ابراشو ايه ما هو مش ابراشان ايه
وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه عن نفسي انا اعمل لكم بروفل. ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميكونا، وريتها كنافي بالمكسرات، لا دي كنافة أرداح. احنا في ميك كنافي بنقابل الناس اللي في ميك كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا، لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل وبرا قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ واق؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ده نفخني. يعني ده مش حجمك الطبيعي؟ لا ده قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ واق. ايه ما الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندرية. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جاب لك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاير. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القرية اللي بنبص له فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه. ايوه جرالك ايه؟ انا كنت قاعد على القهوة عادي، وفجأة جه الجن قاعد جنبي قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوة ونسكافيه وحاجة ساقعة ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ الجن بريء ما عملش حاجه، ما لبسنيش. الجن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج. انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كده. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا الجن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع. انت جديد ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره شكله قديم. ايه مساء الخير. واضح ان الجن مقصر فيك. ايه اللي حاصل؟ اختي نفسي في جن يلبسني، مش لاقي جن مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك مخير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جن مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح ابقى اروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ملبسني. لازم تقول الجن لبسني. لازم اقول لازم. انا واني قاعد قال الجن لبسني. واني قاعد قال الجن لبسني. ايوه ماشي. بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. الجن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. وتعصر ازاي؟ تعصر. ايوه لغايه اما تدخوا طوق عيالنا. يلا هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني جن. يا نار نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري. هرش لي يا عمدي. نار هرش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم.
ايه والله ناقو تمام تمام الحمد لله الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده، بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني، ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القريه اللي اسمه سالم. الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. ولا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم. ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سالم؟ انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من الابقاد؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته. وطبعا انت الفتره اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي. صح طبعا ما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون. لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه الجن؟ طبعا ده اسهل حاجه بعملها في اي حته. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ اه طبعا كتير. يعني انت بتفضل؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقف يا ابن كده. هتطلعه المره دي؟ ما تقلقش. طب يلا. ايه ده احنا لسه عملنا حاجه؟ لسه؟ لسه يا عم. طيب يلا. اقف. بقول لك ايه؟ ايه؟ قبل ما تطلعه ايه؟ قول له يسيب كل حاجه مكانها. واياك يخرج من حته تضايقني. ما تقلقش اقف. يلا. ارجع يا جن.